السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم وتحت طلب العديد من المشاهدين غادي ندير اعاده لدرس كورساج بالبنسات، وهذا اليوم باللغه العربيه، ونبدا على بركه الله. بالنسبه لهذا النوع من الكورساج وبالنسبه للمشاهده اللي سالت سؤال ما هو الكورساج، الكورساج هو اللي غادي تشوفيه اختي اليوم. بالنسبه لهذا الكورساج ماشي بحال الكورساج اللي سنعطيكم، انكم تتحيدوا الامام من الخلف انطلاقا من الخلف. هذا الكورساج الامام تيتخدم بوحده والخلف بوحده. بسم الله، اول شيء تنحتاجوا الخط الكتف بهذا الشكل هذا، ثم بارتفاع الامام ناخذ خط من طبيعه الحال نديروه في الوسط، لان غادي يكون عندنا كورساج اليمين كورساج الامام والخلف. من هنا لهنا غادي ناخذ ارتفاع الامام، وارتفاع الامام هو من عدم الكتف للحزام. نشكلو نقطه ثم الان غادي تعرفوا طريقه جديده كيفاش تخرجوا التركيز او حرده الابط اللي تيشكل مشكل. الاغلبيه المطلقه في الخياطه عندهم مشكل ديال التركيز او حرده الابط. هذا المشكل ايضا ممكن تستخرجوه من ارتفاع الجانب، وارتفاع الجانب تناخذوه من الحزام لتحت الابط. نديروا نقطه. بالنسبه لهذا الخط هذا غادي يصبح عندنا هو خط الصدر، هذا خط الكتف، وهنا خط الحزام. هادو هما الخطوط اللي غادي نستعملوها، والان غادي نخدمو على الكورساج ديالنا لليوم. فغادي تحتاجوا المسافه من حلمه لحلمه الصدر اللي غتحتاجوها بهذه الطريقه هذه، ثم ارتفاع الصدر اللي غتحتاجوها من عظم الكتف لحلمة الصدر. بالنسبة للأخت اللي سولتني علاش خديت من هنا، ما خديتش من هنا غير حيت المانكا العنق ديالها كبير، ما كاينش المسافة كبيرة مع الكاميرا بانت بحال هنا. دائما تنقول عظم ديال الكتف هو العظم اللي تتلاقى العنق مع الكتف، هما ملي تناخدو القياسات كلهم. هذا غناخدو من العظم هنا هو ارتفاع الصدر، وهو اللي تناخدو به انطلاقا منه البنسة ديال الصدر. ثم تنحتاجو لعرض الصدر من الامام اللي تناخدوه من تحت الابط بهذا الشكل، مرور من فوق الصدر مباشرة، يعني هذا الجزء هذا هنا، هذا هو العرض ديال الصدر اللي تنحتاجوه بزاف في هاد الكورساج. هادو هنا ماشي بحال الكورساجات العاديين، تنحتاجو غير ديال الظهر، تنحتاجو ديال الامام من الاف للاف، ثم تنحتاجو للخلف نفس الشيء بهذا الشكل من الاف للاف. هادي ماشي من هنا، ثم هذا عرض الكتف بوحدو. هذه بالفرنسيه كارور تتسمى الكارور. ثم تنحتاجو لهذا الارتفاع اللي هو مهم جدا اللي تناخذوه من الحزام لتحت الابط اللي هو ارتفاع الجانب، وتناخذوه بهذا الشكل هذا. اغلب الناس تكون عندهم 19 سنتيم، لكن ماشي عموما، بالنسبه اللي عندهم طاي ايديال طاي مقاده مزيانه من هنا لهنا. مهم جدا هذا الارتفاع، وبه تناخذوا حرده الابط صحيحه جدا وهي منهجيه اخرى. القواعد اللي غادي نحتاجوها بالتتابع في الخلف، دورة الصدر
مقسومة على أربعة، عرض، صدر، الخلف مقسوم على اثنان، دورة العنق مقسومة على ستة زائد 0.5. المسافة من حلمتي الصدر مقسومة على اثنان ناقص واحد في الخلف. ثم قواعد سنحتاجها في الأمام. في الأمام، واحد، بالنسبة لبنسة بنسة الصدر فغادي نحتاجو دورة الصدر قسمة على عشرة، الخارج مقسوم على اثنان، والخارج نضيف له 0.5. اثنان، نحتاج المسافة من حلمتي الصدر مقسومة على اثنان، ورث العنق تبقى نفسها مقسومة على 6 زائد 0.5. هذا الشيء هو اللي غادي نحتاجوه. الآن غادي نبداو من الخلف هو الأول. هذا وسط الخلف. ثم ناخذ دورة الصدر مقسومة على أربعة بدون أي زيادات، نحطوها هنا، نديرو النقطة ديالنا. ثم غادي ناخذ عرض الصدر مقسوم على اثنان بدون أي زيادات، ونديرو النقطة هنا، ونلاقيوه مع هذا الشكل بشكل عمودي. هنا عمودي. ناخذ الآن دورة العنق مقسومة على 6 زائد 0.5، ونحط النقطة ديالنا هنا بهذا الشكل هذا. ثم نهبطو من هنا لهنا 2 سنتيم، ونحط نقطة باش نقادو العنق ديالنا بهذا الشكل هذا. انطلاقا من خط الكتف نزلو بأربعة سنتيم بهذا الشكل هذا، ونضعو خط يوازي خط الكتف 4 سنتيم، ونحطوه بهذه الطريقة هذه. ثم غادي نشوفو طول الكتف ونضيفو ليه 1.5، وناخذوه من هذه النقطة هذه ديال عظم الكتف، ونشوفو 14، ونشوفو عرض الكتف زائد 1.5، هنا مثلا 14.5 فين جات، هنا جات مثلا هنا، ونحطوه حسب العرض ديال الكتف ديالكم، وضيفوا ليه 1.5، ونجمعوه بهذا الشكل هذا. ناخذوا هذا القياس هذا من هنا لهنا، ونقسمو على 4 قطع متساوية، يعني هذه تساوي هذه تساوي هذه تساوي هذه. من هنا لهنا غادي نطلعو ب0.2، من هنا لهنا غادي ننزلو ب0.5، وغادي نلاقي بهذا الشكل كيف تشوفوا. قد يصبح عندنا هذا الشكل هذا في الكتف. ثم غادي ناخذ قياس المسافه
من رأس حلمة الصدر لرأس حلمة الصدر، الخارج نقسموه على اثنان والخارج نقصوا منه واحد، والقيمة اللي خرجت لنا نديروها هنا. بشكل يوازي نصف الوسط الخلف. بهالشكل هذا. اكيد انكم تتسألوا علاش زدنا لطول الكتف 1.5. انا الان غادي نجاوبكم عليها على هذا السؤال هذا بكامل البساطة. زدناه لأننا في هذا الجزء هذا، يعني النقطة الأولى الثانية، غادي ننزلو بعدا هنا 8 سنتيم لهذا الخط هذا، ناخدو هنا ونشوفو 8 سنتيم فين غتجي، ناخدو النقطة ديالنا نقادو. لاحظوا دابا هاد 1.5 قسموها على 2 غادي تجيكم هنا 0.75 و 0.75، هما اللي غادي يعطيو لنا بنسة ديال الكتف. ها هي، وبالتالي الكتف ديالنا غادي يتقاد. للإشارة، هذا الكورساج هذا كورساج ديال الباز، بمعنى أنكم تتحددوا الشكل ديالكم هنا، الشكل ديالكم كما هو مضبوط، يعني هذا غادي يجي بحال بودي لاصق عليكم، الا درتوه بحال هكا غادي يجي لاصق عليكم. غادي يكونوا ان شاء الله دروس ديال التغييرات، كيفاش انطلاقا من هذا ديروا فستان، كيفاش انطلاقا من هذا يعني شحال غادي تزيدوا القيمات باش ديروا مثلا مونطو، شحال تزيدوا القيمه باش ديروا جيلي، شحال تزيدوا من القيمه باش ديروا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا، انطلاقا من هذا الكورساج هذا. هذا ساس فقط لا غير. الان ان شاء الله غادي نجيو لهذا الجزء هذا هنا، ندخلو ب 3 سنتيم هنا في الحزام ونلاقيو مع هذا الجزء هذا، ثم هنا غادي نطلعو ب 14 سنتيم باش نقادو البانسا ديال لاطاي ديالنا ونسنتريو هاد لاطاي ديالنا، يعني نديروها مقدنا 1.5 1.5. كلشي هادشي تيتقاد بالتغييرات، كيبقى فقط هذا الاساس، لكنه هام جدا الى تعلمتو الشيء الكثير. بهذا الشكل هذا اللي يمكن نقول لكم ان كلشي ممكن يخيط، لكن باش انكم ديروا تشريح ديال الباترونات فصعب، وصعب جدا انكم ديروا تشريح الباترونات بلا ما تكونوا قارين هادشي وقارين العشوائي فقط. هذه اشاره. ثم من هنا لهنا غادي نقسموا هذا الجزء هذا من هنا لهنا على 2 ونديروا نقطه، ثم نقادوا بهذا الشكل هذا وها هو كورساج الخلف واجد. الان غادي نقادوا كورساج الامام. بالنسبه للامام فاحنا تمشيو بنفس طريقة ديال الخلف، سنأخذ خط الكتف اللي تيبقى هو هو، خط الصدر هو هو اللي خديناه انطلاقا من ارتفاع الجانب، وخط الحزام اللي تيبقى هو هو. ثم الان تنديرو تغييرات، التغييرات فقط فاش اننا ناخذ اولا هذا الجزء هذا باش يحدد لنا وسط الامام، ورقة خاصها تكون كبيرة. دورة العنق مقسومة على 6 + 0.5 ونحطوها هنا نفس القاعدة، الفرق أننا هنا غادي ننزلو ب 7 سنتيم، في الخلف نزلنا فقط 2 سنتيم بطبيعة الحال. نقادو العنق ديالنا، لاحظوا الطريقة، هو العنق ديالنا الآن مقاد. بالنسبة لخط الصدر فهو دورة الصدر مقسومة على 4 + 2، يعني
يعني الزياده فقط ديال اثنان. دوره الصدر مقسومه على 4 زائد 2 هي القاعده هنا، نحطوها. ثم غادي نلقاو الان الكتف ديالنا. الطريقه باش نلقاو الكتف ديالنا شنو هي؟ نفس الشيء، ننزلوا من هنا لهنا 4 سنتيم ونحطوا بهذا الشكل هذا. ثم غادي نجيو للكتف ديالنا، هنا غادي تحط بدون زيادات، يعني لاننا ما غاديش تكون عندنا بانسه. لاحظوا كيفاش مثلا عندنا هنا 13 سنتيم هو طول الكتف ديالنا، اذا غادي نجيو من هنا ونشوفوا 13 فين جات على هذا السطر ديال 4 سنتيم اللي نزلنا فيه، ونحطوه كامل بساطه هنا. ثم نربطو بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكورساج العادي فحنايا عرض الصدر تنقيسوه من الظهر فقط، اما بالنسبه لهذا الكورساج العالمي فحنا تنديروا عرض الصدر من الامام وعرض الصدر من الخلف. بالنسبه لعرض الصدر من الخلف فتنخدموه للخلف، وبالنسبه لعرض الصدر من الامام فهو من طبيعه الحال غادي نخدموه للامام. هنا غادي نديروا عرض الصدر مقسومه على 2، الخارج غادي تحط هنا، وهذا غادي نزلوه حتى الاسفل بحيث انه يوازي وسط الكورساج بهذا الشكل. هذه النقطه لهذه النقطه هذه نقسموا على 2، غتعطينا هذا الجزء هذا. ثم غادي نلاقيو هذا الجزء هذا مع هذا الكتف مع هذا النصف بهذا الشكل، ونقسموا هذه ايضا على 2، ندخلوا هنا ب 0.2 فقط باش نديروا التقويره ديالنا تجينا مزيانه بهذا الشكل. ثم الان غادي نحتاجوا لهذا الجزء هذا اللي هو مهم جدا واللي غادي نوريه لكم الان. من هنا لهنا غادي ناخذوا المسافه من حلمتي من حلمه الصدر لحلمه الصدر، ونقسموها على 2 فقط بدون ما نقصوا حتى حاجه، ونديروها هنا. هذه المسافه ديال طول من حلمه الصدر لحلمه الصدر مقسوم على 2، ونحطوها بهذا الشكل هذا بحيث ان هذا الخط يوازي الوسط بهذا الشكل. لاحظوا. ثم لاش غادي نحتاجو الان؟ غادي نحتاجو لارتفاع حلمه الصدر اللي تناخذوه من الكتف لحلمه الصدر، ونحطوه بهذه الطريقه. ناخذوا المسطره ديالنا من هذا الراس هذا اللي كل شيء تيتبنى عليه، ونشوفوا فين جانا ارتفاع ديال حلمه الصدر، ونحطوا النقطه ديالنا هنا. هذه هو هذه هي حلمه الصدر الان، وهذه النقطه هذه بهذا الشكل هذا. الان بقى لينا كيفاش نخرجوا الحلمه فوق، كيفاش نخرجوا بنسة الصدر. لحساب بنسة الصدر فنحن نحتاج لدورة الصدر مقسومة على 10، الخارج مقسوم على 2، الخارج نضيف له 0.5، هنا عطتنا 5.5. من هنا لهنا خاص يكون عندنا 5.5. كيفاش غادي نديروها؟ بحيث اننا خاص هذه المسافه اللي تكون هنا هي المسافه اللي تكون هنا، مع ان هذا يكون 5.5، هذا مشكل. هنا خاص هذا، يعني خاصنا نديرو مثلث متساوي الساقين مسافه طول القاعده ديالو هو 5.5، وهادو متساويه الساقين. نخدموهم بطريقه بسيطه، جوج مسطرات
5.5، وهنا نفس المسافة ديال هنا، هاد المسافة هي هادي، ونقادو بكامل البساطة هنا، وهاهو هاهي واجدة، هادي يساوي هذا، وهذا 5.5، صافي. من هنا لهنا غادي يكون عندنا 1.5، نقادو بهاد الشكل الحردة ديالنا، ثم من هاد الجزء هذا الأول راه ندخلو هنا 3 سنتيم، ونقادو بهاد الشكل هذا، يعني هادي غتجي مستقيم، هي مقادة بهاد الشكل هذا. ثم غادي نجيو على هاد الجزء هذا اللي حددنا به هاد الخط هذا، فوقو غادي نديرو بانسا ديال لاطاي، من هنا لهنا 13 سنتيم، هادو قواعد، من هنا لهنا 1.5 1.5، ونلاقيو وغادي يصبح عندنا كورساج الامام وكورساج الخلف. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون نال الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم، نطبقوا هذا الكورساج هذا وتعملوا به، لان هذا الدرس الاول غادي نسميه الدرس الاول، وغادي نمشي لكم في جميع الانواع ديال الدروس ان شاء الله بهذه الطريقه هذه، من غير التشريحات اللي غادي تكون على القماش من طبيعه الحال. هذه الدروس هذه غادي تبقى مستقله الاهميه ديالها المطلقه، الدرس الاول الكورساج العالمي ببانسات. الى عجبكم من طبيعه الحال ساندوني، المسانده ديالكم ضروريه لاستمراريه القناه ديالي، وهي الاشتراك اللايك التعليق ونشر الفيديو، ساندوني باش نشهر القناه ديالي، كبسوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اي طلب ضعوه اسفل الفيديو من طبيعه الحال، للتواصل معي عبر الفيسبوك، ولا بغيتوا تحطوا الموديلات ديالكم للتشريح فحطوها في خياطه وتريكوا مع مونيا في الفيسبوك. غادي ديروا طلب الاضافه، ما ان ادخل ان شاء الله حتى اقبل الاضافه ان شاء الله. كل مرحب به، الف مرحبا بكم، لا تنسوني من صالح الدعاء، ولكم بالمثل وافضل. السلام عليكم.